بشخ للمواقع، يعني بعض الناس يقول مثلا أفريقيا لا يحتاج إلى هذه الوسائل، وسائل التواصل وكذا، مع أن الشيخ الآن العالم كله والله أظن العالم الآن كلها أصبحت هذه وسيلة يعني عند الناس جميعا، يعني إلا في قرى ليس فيها كهرباء ممكن، لكن ممكن أنك تصل إلى الداعية مثلا، تحث الداعية تعلم وترسل له بعض يعني ما يستجد مثلا من كتب من مناشد من كذا، وهي وسيلة من وسائل يعني. سبحان الله، كان فيها أخ كان نصراني وأسلم، درس إلى الماجستير في النصرانية من غانا، وتقيته في توغو، وسبحان الله أسلم وطرد من بيتي، أبوه من كبار النصارى، أبوه وأمه من كبار النصارى، فلما أسلم طرده، ورأيته يعني أول ما رأيته هناك ما عليه إلا ثوب، حتى ملابس داخلية ما عليه، يعني جاء ما سبحان الله، لكن كان ما عند الله خير. المهم يعني سبحان الله قبل في الجامعة الإسلامية ما شاء الله، مجتهد جدا في الدعوة، مجتهد جدا، يعني يرى أنه واجب عليه أنه يعني نحو النصارى أن يدخلهم كلهم في نحو قومي نعم خاصة، يعني سبحان الله في كل يعني في كل يعني كل الدول المجاورة يعني يروح، وسبحان الله الناس يطلبونه بالاسم ما شاء الله يسمعونه. فيمكن هنا في الجامعة قال لي أنا لابتوب التاب هذا حتى أدعو النصارى أدعو من هنا والله كلمت واحد وأعطاه وجاب له نت يعني استخدمه، كلمني هو وأعطيته الجهاز هذا أول حج، أول شهر الحج نهاية شهر الحج أسلم عليه دو 20 قسيس سبحان الله، أي والله 20 قسيس ما شاء الله. رجل مجتهد يعني، حتى لما كانت الإجازة إجازة نصف السنة يعني قال لنا عندي جولة إذا تسمحوا لي عندك أحد يدعمني، فشفت له أحد يعني أعطاه التذاكر وأعطاه يعني حول 10,000 ريال يعني، فأسلم عليه في هذه الإجازة نحو 2000 شخص ما شاء الله يعني. الله يبارك رجل سبحان الله نشيد جدا. أنا أظن الشيخ حتى على قطع كلامك كان فيها برنامج هو مدري والله في المجد أو شيء نعم التقى مع أسلم حديثا وكذا نعم. كان من هو منهم جابه إيه. يا شيخ هؤلاء عندما يسلموا مثل هذا ويتكلم عن الإسلام مع قومه يكون يعني الكلام يعني أوقع من القلب يعني أوقع يعني هو يعرف من أين تؤكل الكتف صحيح يعني دارس هو في أشياء يعني كل النصارى يعرفونها أشياء مشكلة ما تدخل العقل يعني. حتى المترجم أحيانا يعني ما يتكلم بنفس الحرارة اللي يتكلم بها الداعي، وبعض المترجمين يتكلم بحرارة بحرقة ممكن يتكلم أحسن من الداعي صحيح يعني. نعم فلا بد أيضا اختيار المترجم ترى له دور هذا حسب التسجيل حضر الترجمة واحد سكران الله مستعان يعني منطقة الله مستعان في كينيا والحمد لله ما سكران يعني، وكان صاحب ما ترجم بالحماس ترجم بالحماس الله كان طبعا لغتهم في كينيا السواحلية فروحنا منطقة ما يعرفون السواحلية لكن يعرفون شيء آخر، وهذا الأخ اللي عندنا يعرف لا لقينا واحد يعرف السواحلية وطبعا لغته يعرفها نعم لغتهم، لكن يوم جاء يتكلم والله صالح كان معي قال له ايش فيني حمرة غريبة وقال زي ريحة الوسكي هذا زي ريحة العطور الله المستعان فالمهم كانت واحدة جالسة صغيرة بنت يعني ولا امها تناديها وهي ما يغلت تروح، فجاءت امها وسحبتها وهو يقوم عليها هذا السكران ويسب فيها وليش تروحين ليش جالسه تكملي تعالي تجي فقلت له انت صاحي كمان سبحان الله